من دمشق ينضم إلينا العميد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيدي، كيف ترد دمشق على هذه التهديدات المباشرة من إسرائيل؟ أولا، هذا التهديد الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي بتدمير منظومة الدفاع الجوي السورية، أنا أقول بأنها فقاعة في فنجان وزوبعة في فنجان، ولكي تغطي هذه الهزيمة والحرج التي واجهته حكومة نتنياهو. أنا أقول بأن هذا الكلام ليس له ترجمة في الميدان، لأن منظومة الدفاع الجوي السورية أيضا تؤازرها منظومة صاروخية أرض لا تملكها أي دولة في الإقليم. وعندما يصرح بأنه سيدمر منظومة الصواريخ الدفاع الجوي، أنا أقول بأن هذا يعني أن إسرائيل ستمسح عن الخارطة. منظومة الصواريخ السورية أرض متعددة الأنواع، قادرة مسح الخريطة ومسح إسرائيل من الخريطة خلال نصف ساعة. ولذلك أنا أقول بأن هذا الكلام لكي يعني يحول دون هدم ونسف لقواعد الاشتباك التي نسفت بهذا الرد من قبل منظومة الدفاع الجوي، والتي أيضا مع نسف هذه القواعد رسمت خطوط حمراء. شكرا. إسرائيل تريد عبر هذه التصريحات الرنانة، فكيف ستصل إلى منظومة الدفاع الجوي؟ ولنا متابعة حول هذا الخبر بتفاصيله في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد علي مقصود، الخبير العسكري.